من سألني السؤال هذا؟ حلو. حكمون عليك بأنك بخيل وأنك لا، وهو ما نصاك يعني، حكم عليك متعب وما راحك. إيه؟ بس يسمع من سالم كلام الناس. ما يقول في وكالة غير وكالة الوكالات المشهورة العالمية، في وكالة اسمها يقولون، وكالة هذه معتمدة عندنا وعندك. من رأي هذا؟ ها، رأي المجتمع. متعب الشهران. الشيء اللي قلنا علوم أن تحكم على شخص وأنت ما رحت له ولا جيته، وهذه قلتها وأنا أعيدها دائما لأني أدري أنها باقية في المجتمع ولا تغير، أن يحكمون على ذا بخيل ويحكمون على ذا وأنت ما رحت له ولا جيت لها. أنا فيها أبيات تحاكي التوعوية، تحاكي القصة، الموضوع ذا، الموضوع. هذه الحمدان العصيمي اللي يقول مرة من المرات رحت الواحد مستور حال، أبيه في لازم رفيق لي على رقبتي يموت، اسمعهم يقولون عنه بخيل ويعبد الريال وعيال هبخل منه ويقولون ما لا يفعلوا. اخذت موقف من كثر ما اسمع وكثر اللي قال، ولو اللزوم يخص لي ما رحت له مهما يكون، لان البخيل بخيل ما يعرف مواجب الرجال، لا كرمة تذكر ولا فزعة ولا هم يحزنون. كلمت اخذ وصف بيته، قال وجهته الشمال وقدام بيتي برحتهم فيها الضيوف يوقفوا. قعدت ادقق وتدقق واطرح لنفسي سؤال، وشلون قالوا ضيوف؟ اكيد انه كفو ما هو بدون. وساعة وصلت اللي عياله بالمباخر والدلاله، هو يرحب قدم وعياله وراه يرحب. الله اكبر الله اكبر. ولي السوالف والعلوم اللي توسع كل بال وترحيب يكفيك عن كثر الذبايح في الصحون. واخذت موقف من كثر ما اسمع وكثر اللي قال، يا ويلكم يلي على خطلان ليدي تكذبون، روحوا وراكم. والسوالف ما لها عندي مجال، والله ما صدق في احد قدام اشوفه بالعيون. الله اكبر. ما شفت بعينك لا تصدق. لا اله الا الله. استاهل والله التحية شاعر. والله يستاهل. والله العظيم يا سالم انك قاعد تعد القصيدة من سلاستها كانك تشوف المشهد مصور بيض الله.